تانية برضو سموحة، وانت قلت لي نقطة مهمة جدا، اللعيب بيبقى حاطط في حساباته بعض الشيء، فكرة ان المدير الفني ممكن يعني لو خسرنا يمشي، ده يخوف. طبعا المدير الفني نفسه هيبقى خايف، لانه ممكن يبقى في 7-8 ما بيحبوهوش. بالظبط، انت المباراة بتاعت الكاس بتاعت سموحة كابتن طارق العشري غير بعد ربع ساعة، هاني مفيش سلمان. ما كملناش ربع ساعة حتى. في عدم ثقة بين الجهاز وبين اللعيبة، ده واضح. مش كل اللعيبة طبعا، بس يعني هي مقلقه. ما انا يعني برضو كمدير فني انا نفسي مش عارف انا قاعد ولا ماشي. ما دي برضو صعبه جدا في الكوره، ان انت تبقى طالب مني ان انا اعمل نتائج ايجابيه وانا نفسي مش عارف انا قاعد ولا ماشي. بس ما يتاخدش حافز ان انا لو كسبت فانا مطول قعدتي. ما هو انت برضو لو كسبت دي برضو على حسب اللعيبه، ما انت محتاج اللعيبه. ما انت مش عارف برضو اللعيبه هل هي مقتنعه بالكلام ده ولا مش مقتنعه. ما انت عايزينه يقعد ولا عايزينه يمشي. بالظبط، انت دخلت نفسك في دوامه ملهاش اي لازمه بصراحه. بالنسبه مش توقيتها يعني خالص، ملهاش لازمه.